ليه سلطان على المرض، وسلطان غريب قوي. واحدة عندها نزيف، ونزيف صعب، على طول بتنزف، على طول بتنزف، حاجة صعبة جدا. أولا بتحرج قدام الناس، ثانيا الدكاترة لفت على دكاترة كتيرة مش عارفين يعالجوها، ثالثا بحكم العادات اليهودية هي إيه، نجسة. من كل الأحوال صعب. عملت إيه الست دي؟ ولا راحت له، ولا حط إيديه عليها، ولا نفخ في وشها، ولا عمل أي حاجة. هي جت من وراه، ومجرد إنها لمست هد بتوبه، المرض اتشال، النزيف وقف. ايه القوة دي؟ ده انت ما نطقتش بكلمة يا رب، ما قلتلهاش روحي ربنا يشفيكي، روحي مش عارفة ايه، ما نطقتش. دي لمست طرف ثوبك، شفيتي من مرضك. شفيت من مرضي. ايه القدرة العجيبة دي؟ ليه سلطان على المرض. واحد بقاله 38 سنة عنده شلل رباعي، ما عرفش تحرك، مجرد انه قال له ايه، قم احمل سريرك وامشي. 38 سنة مشلول، اخد بعضه راح شال سريره. تعرفين واحد فينا لما بيكون عنده دور انفلونزا ويبقى كويس، والدور يعني ياخد له الانتبيوتيك كده لمدة اسبوع يبقى كويس، بيقعد بعدها شهر تاني ايه، عمالين يأكلوه في فراخ ولحمة عشان يقدر يصلب طوله شوية، يقول لك انت طالع من عاية. ده 38 سنة ما بيتحركش، شلل رباعي، في لحظة يقوم، ومش يقوم بس، ده يقوم ويشيل كمان سريره. ايه ده؟ ده انت مش شفيته كمان، ده انت كمان خليت أعضاءه اليابسة اللي بقالها 38 سنة اشتغلت، واشتغلت بقوة. العضل اشتغل كأنه شال سريره. الأبرص قال له يا رب نفسي اشفى، يا رب انا جلدي كده وحش وشكلي وحش ومطرود من المجمع وحالتي صعبه خالص. قال له عايز اشفى، ممكن تشفيني؟ قال له كلمه غريبه قوي، قال له اريد. خلص الموضوع، اريد كلمه واحده، ليه سلطان على المرض، ما فيش مرض يعثر عليه.